القصة الخاصة بالأغنية الجاية. عجبتني الأغنية الصراحة ودورت على قصتها، فطلع أن اللي كاتب القصيدة هذه واحد من عيال الشراف الدوسري، تحية لكل الدواسر طبعا. يقول لي كان زمان زمان، يعني مرة مرة زمان، ماشي مسافر من وادي الدواسر رايح الرياض، وفي الطريق السائق حقه اسمه بن سهل، كان يسوق بذيك السيارة القديمة ونيت ولا مدري وش يسمونها. المهم هو ماشي من وادي الدواسر رايح الرياض، شاف زوينة بنت حلوة بالطريق، ما عرفنا من هي، بس يقول لي كتب فيها القصيدة هذه والأغنية عمرت. الأغنية اسمها ونتي يا بن سهل. يلا الله الله بالصف قعد. ونتي يا بن سهل في الخفا ثم جهرا، ونتي من سمعها لازم يجر الونين، ونتي من سمعها لازم يجر الونين، ونتي من سمعها لازم يجي روح. والتي يا بن سهل في الخفا ثم جهرا، والتي من سمعها لازم يجر الونين، والتي يا بن سهل في الخفا ثم جهرا، والتي من سمعها we'll be right back.
بطلة الأغنية، بطلة.